كل ابل بالشهر الجاي رح تنزل ابل كريدت كارد باشتراك مع جولدمان ساكس وهو البنك الاستثماري العالمي. حلو. فاول مره يطلع كريدت كارد مش من بنك بس من شركه تكنولوجي، فصارهم كثير عم يحكوا عن هالكريدت كارد و they're launching it الشهر الجاي. هالكريدت كارد مشاركه مع ابل باي، فاي حدا عنده ايفون يقدر يطلب بيقدر يشتري هيدا او يطلب هيدا الكريدت كارد. بيقدر يطلب هالكريدت كارد وبيقدر يستعمل ابل باي وهالكريدت كارد. فعن طريق ابل باي وابل والت بتستخدمي الكريدت كارد، بنفس الوقت بتقدري تطلبي تايتانيوم فيزيكال كارد بجيبوا لك اياه دليفري. على الكريدت كارد ما مكتوب اي رقم، يعني بس تايتانيوم كارد تستعمليه اذا في اي مكان ما بيقبل ابل باي. حلو. تستعملي هالكريدت كارد، ومثل ما نعرف انه من تستعملي كريدت كارد تحصلي بوينتس على كل بيرتشيز. مع ابل كريدت ما رح تحصلي بوينتس بس رح تحصلي كاش باك. حلو، يعني فكره جديده كمان. يس، فبكل بيرتشيز تحصلي نسبه كاش باك، 1% إذا بتستعملي الكارد، 2% إذا بتستعملي أبل باي يعني على الأب مش الكريدت كارد، برجعولك 3% إذا بتشتري أي أبل برودكت. حلو، يعني عم يشجعوا المستهلكين يشتروا هذا الكريدت، وخاصة اللي معه أصلا أبل، فأكيد كل اللي معه الآيفون رح يشتري الكريدت كارد. وهيدي كمان بتعلم من المستوى أو أرباح بشكل عام التجارة الإلكترونية للبنوك. نحن انا حكيت من قبل عن هيدا البوينت بشكل عام، انه هي بتعلم من مستوى طبعا صافي الارباح للتجاره الالكترونيه بشكل عام، وخطوه كثير حلوه من ابل بشكل عام. وكمان اكيد سامسونج رح تروح على نفس الخطه، لانه في سامسونج باي، فيمكن بعد شوي نلاقي سامسونج رايح على نفس الاتجاه ورح تصدر اكيد الكريدت كارد الخاص فيها. صح، لانه اذا تشوفي انه هي فكرة ذكية تخلي المستهلكين لأبل يظلوا يستعملوا الأبل برودكتس. صح، يعني هلأ رح يطلعوا كريدت كارد فما بيحتاجوا يستعملوا الكريدت.